طيب الكذبة التانية دي مش كذبة برضو، ده سؤال محترم ولازم نفسره للناس بتوضيح. يعني تمام. يقول لك انت ما تركب الدعامة، الراجل هيبقى ممارسته للعلاقة الزوجية ممارسة آلية، تمام، تحول إلى إنسان آلي روبوتك. تمام والله تمام. الكلام ده أكتر سؤال محترم، تمام، أكتر سؤال تمام. أنا أقعد أنا نفسي كدكتور أقعد أفكر فيه شوية. هو صحيح يعني تمام اشرحوا لنا بقى الفكرة دي ظهرت إمتى؟ لأن زمان لما كنا دعامات بنركبها قبل ما تظهر فكرة ما يسمى بالحفاظ على النسيج الكهفي اللي هو بيضخ في الدم ويدي الإحساس باللذة والمتعة، كان الناس ما بتهتمش بيه على اعتبار، وما زال غالبا العظمى لا يؤمنوا بهذه الفكرة أساسا، على أساس أنه هو خلاص ما دام فشل وظيفيا فهو لا توجد أهمية في الحفاظ عليه. لكن مع الوقت ثبت أن هذا النسيج رغم أنه فشل وظيفيا لكنه لم يفشل لدرجة أنه هو بقى 0% أو 0 ما فيش خالص، بيبقى في نسبة ولكنها ضعيفة محتاجة تدعم. فإذا دعمتها في وجود هذا النسيج يعني مع الحفاظ عليه يبقى فيه اللذة والمتعة كاملة غير منقوصة. لكن إذا ما حافظتش عليه المريض مش هيحس، مش هنقول بقى إنسان عملية آلية، مش هيحس باللذة والمتعة الطبيعية، منقوصة بشكل كبير. ولكن برضو نؤكد بعض الأطباء ما زال حتى اليوم بيسمي الدعامة جهاز تعويضي. يا جماعة الدعامة ليست جهازا تعويضيا، الدعامة من اسمها هي عبارة عن اسطوانة تزرع لتدعيم ما عندي من انتصاب، وبالتالي ما عندي من انتصاب مهما كان درجته ضعفت لابد أن أحافظ على الجزء المتبقي منه حتى يظل المريض يشعر بلذة ومتعة كاملة غير منقوصة.